اللعيبه اللي في المنتخب نمره واحد ما بياخدوش مرتب بتاعهم كامل اللي هي مستحق. نمره اتنين، انت النادي لما بيمشي واحد منه يعتزل الدنيا بتقف. احسب بقى النادي، انت عندك عماد متعب اساسي، بركات اساسي، ابو تريكا اساسي، معوض ايوه النبي بيقول معايا معوض اساسي، الولا الحضري الحضري والجمعة، حوالي 8. انت عايز 8 بطلوا مره واحده هم اللي جابوا الثلاث اربع بطولات، حوالي 9 8 9 وجده، دول ناس بطلت. طب ازاي يعني؟ شوه غريبها يعني يطلع. وبعدين بقى هو الاشكال بقى ايه بقى؟ الاشكال برضو في مسؤوليات، مسؤوليات اتحاد الكوره، انه كان لابد ان يكون هناك عمليه تواصل الاجيال. بالظبط. ما عملوهاش، كان لازم نهتم جدا بدور القطاعات والبراعم والاولاد الصغيرين. طب لان ما يهتموش. مصيبه مصيبه.